أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً ومرحباً بكم مشاهدين الكرام، نلتقي وإياكم مع القرآن وعلى مائدة القرآن في هذا الملتقى وهذه الجائزة، جائزة كتارة لتلاوة القرآن في نسختها الثانية وتحت شعار زينوا القرآن بأصواتكم. هذا القرآن أودع الله سبحانه وتعالى فيه من العلوم الله عز وجل به عليم، حتى أن سهل التستري يقول: لو أعطي العبد بكل آية ألف فهم لم يبلغ نهاية ما أودع الله سبحانه وتعالى فيه من الأسرار. لنستمع وإياكم في هذه الحلقات إلى أجمل القراءات، ومع تحكيم مشايخنا الكرام نرحب باسمكم ابتداء بلجنة التجويد، فحيا هلا ومرحبا. مرحبا. ونرحب أيضا بلجنة الأداء الصوتي، فحياكم الله وأهلا وسهلا. حياك الله. مشاهدنا الكرام، مع أول القراء وأول متسابقين في هذه الحلقة، أحمد حمدان بن شيخ من الجزائر، أهلا ومرحبا بك. حياك الله قارئ أحمد. وعليك السلام. حياك الله. نبتدئ بك إن شاء الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب صدق الله العظيم. بارك الله فيك أحمد حمدان على هذه التلاوة. نستمع للجنة التجويد الدكتور محمود العكاوي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حينما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود أن يقرأ عليه القرآن قال أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال أحب أن أسمعه من غيري. تلاوة الشيخ أحمد حمدان تلاوة فيها توضيح للحرف، فيها صفاء. الحرف يخرج منه بانسياب وسهولة، بانسياب وسهولة من حيث المخرج ومن حيث الصفة ما شاء الله، ومن حيث التصوير المعنى، يعني اصطحب في تلاوته هذه الأركان الثلاثة. ولكن انتبه لبعض الأمور، انتبه لكسر الحرف. كسر الحرف مثلا حول العرش، حول العرش، وكذلك في ابتدائك وسيق الواو لم تكن واضحة، وكذلك القفز على اللام حينما قرأت وقيل الحمد لله قفزت على اللام حال قراءتك، القلقلة لم تكن واضحة، العقاب، وانتبه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، أنت قطعت ثم وصلت، فبالوصل يكون المعنى أجمل ورائع. هذا الذي وجدته في تلاوتك وفتح الله لك. الله يبارك فيك. نستمع أيضا لأستاذ عاصم البني من الأداء الصوتي. شيخ أحمد ما شاء الله، أولا أنت صوتك من مرتبة التنر، صوت خاشع، صوت فيه يعني مساحة صوتية جميلة، قرأت يعني نقلات نهوان جميلة جدا، أنا أعجبت فيها، نوى أثر كمان جميل جدا، كان يعني عم تستعمل المقامات بطريقة حرفنة يعني جميلة جدا، وتعي تماما ماذا تفعل. صح كثير تقلب بين المقامات ولكن مقبول أبدا، يعني ما في أي مشاكل فيه، كان قراءة مرتبة ملفتة فيها مزيج من الخبرة والشجن والأداء التعبيري. الله يبارك، بارك الله فيك والله يحفظ لك. شكرا لك يا أستاذ عاصم، وشكرا لقارئنا أحمد حمدان، موفق، بارك الله فيك. مشاهدنا الكرام، أما الآن نستمع لقراءة المتسابق الثاني معنا
من نيجيريا والقارئ محمد إنوى آدم عمر، حياك الله، أهلا ومرحبا بك. حياك الله محمد، بارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون
وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صدق الله العظيم. محمد إنوى شكرا لك على هذه التلاوة ونستمع لتعقيب الدكتور أحمد المعصراوي. بارك الله فيك يا محمد فيه بركة. تفهم عربي يا محمد؟ نعم شوي شوي. تفهم عربي؟ نعم قليلا يقول. نعم فتح الله عليك. أنت تقرأ نعم. الورش من طريق الأزرق؟ أزرق بالقصر قصر البدل. أحسنت وأجدت يا شيخ محمد. لي ليست هناك لك لي ملاحظات إلا في موضعين فقط. أولئك المقربون أنت تقرأ بالمد ستة، لكن في أولئك المقربون نعم. سرحت حيث سرحت روحك. نعم ها مدتها قوي يعني في جنات الفاء في البداية يعني غير واضحة. بأك الكاف الهمزة في الكاف كان شيء. نعم. ما عدا ذلك قراءتك ممتازة. نعم. فتح الله عليك. وبماذا يعلق الأستاذ بهلول أبو عرقوب؟ مرحبا التلاوة. مرحبا محمد. ما شاء الله ما شاء الله صوت جميل ما شاء الله. يحاول أن يقنعنا بأفكار تعلمها. أنت تستمع للشيخ عبد الباسط عبد الصمد؟ نعم نعم إيه؟ تسمعه يقلده إيه. طيب مزيدا من الاجتهاد والاستماع الجيد وشيخ ممتاز يعلمك كيف تؤدي هذا القول وهذه العبارة. نعم. ممتاز الطريق كويس كويس. شكرا لك يا أستاذ بهلول وشكرا لقارئنا محمد موفق. مشاهدينا الكرام أما الآن فمع المتسابق الثالث معنا في هذه الحلقة من ليبيا محمد فتحي محمد عمارة أهلا ومرحبا بك. بسم الله. حياك الله. حياك الله الشيخ. بارك الله فيك تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما فلا يخاف ظلما ولا هضما
وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى صدق الله العظيم. محمد فتحي، محمد عمارة، قرأت علينا ونستمع للجنة التجويد الشيخ عبد الرشيد صوفي تعقيبك على التلاوة. بارك الله فيك محمد، قراءة طيبة مجودة.
لا أجد فيها من الملاحظات سوى زيادة في بعض الغنن، يعني زدت في الغنن ربما من أجل النغمة يعني. فلا يخرجنكما أنزلناه، وأيضا كان في أنزلناه شيء من التقطيع يعني. وهذه حاجة بسيطة، لكن الذي أحببت أن تختم به بكمال المعنى، وعصى آدم ربه فغوى بعده إيش؟ ثم اجتباه ربه. لا يعني لا تقيدن بالساعة، أهم شيء المعنى. فكنت أتمنى أن تتم ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وعموما ما شاء الله قراءة طيبة موفقة، فتح الله عليك. أنا أرجو لك مستقبلا زاهرا إن شاء الله. يبارك فيك. شكرا لك يا شيخ عبد الرشيد. أستاذ محمد أمين مشاري تعقيبك. ما شاء الله بارك الله في أخ محمد فتحي من ليبيا. أولا الصوت فيه حنانة، أنا شعرت في صوته حنانة ما شاء الله. في المقامات هو ما شاء الله لديه قدرة على الأداء في مقامات مختلفة، بدأ بالبياتي وبعد ذلك حجاز، رست، سيقاه، نهاوت، وختم تلاوته بالبياتي أيضا. لكن المشكلة الأساسية في هذا إسراع في الانتقالات، وذلك أدى إلى عدم إشباع المقامات. لكن ما شاء الله في الأخ في تلاوته وفي أدائه عنده قدرة على الأداء، هو له ما شاء الله يتمكن من الجواب بسهولة، يتمكن من نزول الجواب، من هو يعني هو أداؤه كان في الجواب ما شاء الله عنده قدرة على الهبوط جواب مباشرة بسهولة، هي تنزل ما شاء الله، هو ينزل للقرار. هذه قدرة عظيمة. عندي لدي ملاحظة يا أخ، يعني اجتنب من زيادة النغمة في القافلات التي تتضمن بالمد العوض، وذلك يؤدي إلى زيادة في المدود. شكرا لك محمد أمين، وشكرا لقارئنا محمد فتحي، موفق بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، أما الآن فمع المتسابق الرابع معنا من المغرب محمد يوسف الهبطي، أهلا ومرحبا بك. الهبطي صحيح، إذا بالفتح. بارك الله فيك، شكرا لك. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون.
يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين صدق الله العظيم بوركت محمد يوسف الهبطي على هذه التلاوة ونفع الله بك ونستمع لتعليق الشيخ محمود العكاوي الشيخ محمد نضر الله وجهه على هذه التلاوة الطيبة التجويد ما هو؟ التجويد هو عبارة عن أداء يتعلق بالمخارج والصفات والذي أعجبني بتلاوته أنه يستمع لنفسه وهو يقرأ بمعنى ذلك أنه يقيس المد قياسا صحيحا والغنى قياسا صحيحا ما شاء الله. والرواية التي قرأ بها يأتي بها على أصولها يعني كان الأداء كله طيب جدا من حيث الأحكام بس ثلاث ملاحظات هي بسيطة ألا خلا أنت فخمت الخاء هنا وهي في أدنى مراتب التفخيم وكذلك وأكواب الهمس كان ضعيف غير ملحوظ أما باقي الحروف المهموسة فحثه شخص سكت أتيت بها ولكن كانوا مخرج الكاف بعيد أنت فقط شميت الغنى شما عند الكاف الأصل ولكن كانوا عند مخرج الحرف هذا الذي وجدته في تلاوتك فتح الله لك بارك الله فيك يا شيخ محمود سيد عاصم البني تعقيبا ما شاء الله يعني محمد يوسف صوت رزين جميل صوتك من مرتبة التينر وانتقلت إلى الآلتو أيضا يعني المساحة الصوتية عالية عندك جميلة صورت المقامات يعني صورت المقام بيات وصورت مقام النهوان فهذا شيء جميل هذا يدل على خبرتك يعني عندك خبرة ما شاء الله وتحكم ممتاز في انتقالك بين المقامات عربك جميلة لطيفة أدائك التعبيري ممتاز في ملاحظتين أول ملاحظة يعني الوقت قليل كان يعني تمنينا تقرأ أكثر هذا يعني ضروري كان عشان يعني نسمع صوتك أكثر وشغلة ثانية في عندك مشكلة في فتح الصوت يعني الصوت مو مفتوح دائما أنصحك بتمارين المخارج اللي هي OAE حاول تتمرن عليهم أكثر وتفتح الفم أكثر أثناء القراءة جزاك الله خير شيخ بهلول لدي تعليق بسيط سيد محمد يوسف الهبطي صوتك
يعني تكلم معي يعني كيف حاله؟ بارك الله فيك، الحمد لله أنت بخير. هذه أول ملاحظة. اثنين، لماذا استعملت المستعار في قراءتك كلها التجويدية؟ أنت عارف شو تقصد؟ الصوت المستعار وهو الصوت الذي نستطيع أن نطبق به بسهولة، الصوت الخافت ليس الصوت المطلق. كم تمنيت من السيد محمد يوسف الهبطي على جمال أدائه وحسن تلاوته أن يسمعني خصوصا في التجويد الصوت المطلق وليس المستعار. فتح الله عليك وبارك الله فيك. بارك الله فيك القارئ معنا في هذه الحلقة محمد يوسف الهبطي، موفق إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، نستمع وإياكم إلى الشيخ محمود العكاوي معقبا على سؤال بسيط جدا. تفضل. وما يتعلق بأهمية معرفة القارئ بالوقف والابتداء. أحيانا الإنسان ربما تكون قراءته جميلة، نطقه جميل، أداءه رائع، لكنك وأنت تسمع لتلاوته تقول ليته لم يقف هنا، ليته أكمل. لماذا الوقف والابتداء مهم في قراءة القرآن؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. علماؤنا جزاهم الله عنا كل خير حينما قعدوا علم التجويد صنفوه ووضعوا له مسميات عدة، من هذه المسميات الوقف والابتداء، فيعتبر هو نصف علم التجويد. لما؟ لأنه مبني على وضوح المعنى ومبني على إظهاره وتبيانه أكثر. بمعنى يعني لو قرأت كما سبق معنا هنا مثلا وهو عم يقرأ في سورة غافر، غافر الذنب وقابل التوب، المستمع هنا يمل، يتمنى أن يصل. بعد الذنب هناك مغفرة، بعد المغفرة هناك رحمة، والمعنى لا يكتمل إلا إذا وصل هذا مع بعضه البعض. فلذلك علم الوقف والابتداء يتعلق في اللغة، كذلك في اللغة العربية، أن يكون ضابطاً أين يقف، هل هذا الذي وقف عليه له تعلق بما قبله، فإن كان له تعلق بما قبله لابد أن يستأنف ثم يتابع القراءة. فالوقف والابتداء مهم جداً، وما أجمل ما سطره علماء الوقف والابتداء حينما وضعوا لنا الإشارات في المصحف الكريم لكي نعرف أن المعنى هنا مضبوط، أن الوقف جائز، أن الوقف واجب، أن الوقف لا نقف هنا، وأن هذا الوقف مثلا يشكل ويربك في المعنى، هذا أمر لابد أن ينتبه له كل قارئ. شكرا لك شيخ محمود العكاوي. مشاهدي الكرام، أما الآن سنستمع وإياكم إلى تلاوة المتسابق الخامس معنا في هذه الحلقة، وهو القارئ أنيس فائق لقمان نافي. أهلا ومرحبا بك. حياك الله شيخ موفق، بارك الله فيك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين من الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا
كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. أنيس فائق من أندونيسيا، شكرا لك على هذه التلاوة. دكتور أحمد المعصراوي، بما تعلق؟ بارك الله فيك يا أنيس. تفهم عربي؟ قليل قليل. على كل أعوز أقول أن تجويد القرآن كما يقولون حلة الألاء، حلة التلاوة أو زينة الأداء، يعني يطفي على القراءة جمالا وبدون ضبط الأحكام هذه المقادير التي قدرها العلماء يحدث هناك خلل. ف لا بد أن تحافظ على المدود، فاهم؟ يعني أنت بالغت في وقف الصالحات زيادة، كذلك قلت فمحونا جعلنا، هذا مدود أربع حركات، فمحونا آية جعلنا آية، ماشي؟ كذلك عند قوله تعالى لما قلت إن هذا القرآن، قلت إن هذا القرآن،
هذا المد الطبيعي لا يزاد عن حركتين ماشي. ولما تبدا قلت للتي هو يهدي القران يهدي للتي. احنا سبق ان اشار مشايخنا عن احكام التجويد عن احكام الوقف. الوقف يتعلق بتمام المعنى سواء بدءا او ختاما، يعني سواء بدات او وقفت لابد ان تلاحظ هل يجوز لك ان تبدا المعنى تمام ابدا بالكلمه التي وقفت عليها، ان لم يحدث فارجع الى ما قبلها بكلمه او كلمتين، وكذلك عند تمام المعنى اقف. فاهم؟ هناك بعض الملاحظات في زياده بعض الغنات ماشي. تفصيله حروف المستفله يا انيس لا تفخم، تفصيله مش تفصيله. ايه تاني عندك كمان؟ اليمه، تقول اليمه تقف على الهواء كده مش أليمة، كأنك وقفت بهمز. فاهم؟ والآخرة فخمت الخاء وهي مكسورة. فتح الله عليك يا أنيس وبارك الله فيك يا حبيبي. شكرا لك. ونستمع للشيخ أبو هلول أبو عقوب. مرحبا مرحبا بأنيس، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على أنيس. صوت جميل جميل جدا، صوت جميل جدا ما شاء الله. في صوته روح وإنعاش ما شاء الله، صوته منعش تمام. لديه قدرة في التحكم في الصوت. هم أهل أندونيسيا وماليزيا، لديهم قدرة في التحكم في الصوت، يعني الانتقال في الدرجات الصوتية سلسة يتميزون بها. في البداية كان استهلاله خافت، لو خافت ثم انطلق، ولكن عندي عليه ملاحظة أو ملاحظتين خفيفتين. حينما يأخذ ينتقل من مقام إلى مقام يبدأ من المنطقة البطيئة السفلى، يعني إيش يعمل؟ مثلا يقول الحمد لله رب العالمين مثلا، بعدين يقول الرحمن الرحيم مالك، يبدأ بالمنطقة السفلى. فهذه أتمنى أن يأخذ في الانتقال، تبدأ من الوسط في المقام، أبدأ من الوسط حينما تنتقل. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة انتقالاتها سليمة جدا في المقامات ما شاء الله، انتقالاتها سليمة. شكرا شكرا لك يا أستاذ بهلول، وشكرا لقارئنا أنيس، موفق إن شاء الله، بارك الله فيك. شيخ بهلول أنا أريد أن تعقب على نقطة وأراكم دائما تحومون حولها في مسألة قراءة الإنسان القرآن إن كانت بروح أو بغير روح، وكأن هذا يكون واضحا ظاهرا في المقام الذي يستخدمه أو كيف يتعاطى مع هذه الآيات. هو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي عطية من قبل الله أن الإنسان لا يتكلف في القراءة. قبل أن نتكلم عن التكلف وعدم التكلف، استحضار عظمة الخالق، لأنك تناجي الله، من أراد أن يكلم الله فليقرأ القرآن. حينما تناجي ربك وتكون لك حضور كما يقول أهل العلم، يكون لك حضور فتكون هناك روحانية تنعكس، لأن القرآن سماه ربي روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن إذا استحضرت عظمة القرآن وجلال الله كما كان يستحضر الصحابة وعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، تنعكس حتى وإن لم تكن متخصصا في الأداء النغمي، حتى ولو إن كنت. نحن كثيرا ما نستمع إلى مشايخ ليس لهم علاقة بهذه، لكن لديهم روح عظيمة جدا ينقلونك من المكان إلى اللامكان. فيتوقف ذلك على استحضار عظمة الخالق واستحضار المعاني، وأن لا يرى نفسه الإنسان وصوته وإمكانياته مع إجلال القرآن. لا، يجب أن لا نرى أنفسنا مع القرآن يعني. شكرا لك شيخ بهلول، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا القرآن كما استمعنا إليه، وأن يكون شافعا لنا يوم القيامة، وأن يوفقنا للعمل بهذا الكتاب الكريم. مشاهدينا الكرام، من هو المتأهل للمرحلة الثانية؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل، كونوا بالقرب.
يا حظ من حفظ الكتاب بقلبه يا سعده بتلاوة القرآن. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم من بعد هذا الفاصل لنتعرف على من سيتأهل معنا في هذه الحلقة ويتأهل إلى المرحلة الثانية. من يا ترى من هؤلاء القراء الخمسة الذين أمتعونا واستمعنا من خلال تلاواتهم إلى آيات ربنا عز وجل؟ هل سيتأهل معنا من الجزائر أحمد حمدان، أو من نيجيريا محمد إنوى، أو من ليبيا محمد فتحي، أو محمد يوسف من المغرب، أو أنيس فائق من إندونيسيا؟ من يا ترى من هؤلاء سيتأهل معنا؟ المتأهل في هذه الحلقة والذي سيشاركنا بإذن الله في المرحلة القادمة، القارئ أحمد حمدان بن شيخ من الجزائر. مبارك شيخ أحمد، مبارك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، نلتقي وإياكم بإذن الله في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.